السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من صدى الأقلام، نرصد من خلالها أبرز ما كتبت الأقلام في الصحف المحلية والعربية والدولية، ونبدأ بأبرز العناوين. في صحيفة الشرق الأوسط، بالمدفعية والطائرات المسيرة، إيران تواصل قصف قرى حدودية في كردستان العراق. في العرب الجديد، نزوح عكسي جديد من سنجار بسبب تضييق مسلحي العمال الكردستانية. وفي الزمان الكاظمي، يحمل إلى طهران ملفي الطاقة والمفاوضات مع السعودية. في موقع الخليج أونلاين، إسرائيل تعلن اعتقال 4 من الأسرى الفارين من سجن جلبوع. في العرب اللندنية، إيران تفرج عن حكومة لبنانية يمتلك فيها عون الثلث المعطل. في الخليج الإماراتي، المبعوث الأممي يدعو لوقف هجوم الحوثيين على مأرب. وأخيرا في القدس العربي، غوتيريش يؤكد ضرورة الحوار مع طالبان، والأمم المتحدة تطالبها بوقف العنف ضد المتظاهرين. مرحبا بكم. قالت صحيفة العرب اللندنية إنه بينما يتصاعد الصراع الانتخابي بين الزعامات السنية إلى درجة استخدام الشتائم والاتهامات، يعيش الشارع في مدن غرب العراق التي ما زال بعضها منكوبا بونا شاسعا عن قادة تلك الكتل قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية. وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى أن الضغائن الشخصية بين تلك الزعامات تطغى على البرامج الانتخابية. يقارن أهالي مدن غرب العراق واقع حياتهم الذي يزداد ترديا منذ سنوات مع تصاعد الحملة الشرسة بين التحالفات المتنافسة على الانتخابات البرلمانية التي تنطلق ممثلة للشارع السني. ويجمع أهالي مدن الأنبار وديالة وصلاح الدين وكركوك والموصل ذات الغالبية السنية على أن صراع التحالفات الذي يتخذ من الدفاع عن تلك المدن صوتا لهم لا يعكس إلا تنافسا بين قادة هذه الكتل للظفر بزعامة الشارع السني في العملية السياسية. ولا يثق سكان المدن السنية بالوعود والمشاريع الانتخابية التي يعرضها المتنافسون في الانتخابات المؤمل إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل، مشيرين إلى أن المال السياسي لم يعد مهجرا إلى منزله، كما لم يبني دارا واحدة من الفلوجة إلى الموصل بعد الدمار الذي لحق بالمدن من جراء احتلال تنظيم داعش لها. ولا يتوقع أهالي مدن غرب العراق تغييرا محتملا بعد الانتخابات، ويصفون قادة تلك الكتل السنية وإن قدمت وجوها جديدة بعد احتراق الوجوه السابقة بأنها معادل طائفي للأحزاب الشيعية في مدن جنوب العراق. ويحظى أفراد الطبقة السياسية السنية عادة بدعم كتلة أو حزب شيعي، الأمر الذي يعني في النتيجة أن جميعهم يحظون بالرضا الإيراني. الصحيفة ترى أن هذا التصعيد بين الزعامات السنية لا يعود إلى اختلاف في المشاريع والأفكار، وأن سببه الرئيس هو بحث كل طرف عن زيادة مكاسبه في الساحة السنية وسط تبادل الاتهامات بالتنسيق والتحالف مع الميليشيات الموالية لإيران التي ما زالت تسيطر على العديد من المناطق السنية. بعد أقل من أسبوعين على إقرار ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق بأن الأطراف السياسية والسلطات الحكومية تتحمل مسؤولية مصداقية الانتخابات المقبلة، تعود المنظمة الدولية للحديث عن أنها ستقدم المساعدة الأكبر في الانتخابات المزمع إجراؤها الشهر المقبل. جهاد بشير يقول في صحيفة البصائر إن هذه التناقضات ليست جديدة ولا وليدة أزمة عابرة أو طارئة، بل هي نمط حافظت عليه البعثات الأممية المتعاقبة التي يؤتى بها موازية لتعاقب حكومات النظام السياسي مزدوج الولاء.
بعثات الأمم المتحدة ومن يمثل أمينها العام أقرب إلى أن تكون جزءاً من مخرجات المرحلة على تتابع أطوارها، حيث يتحكم في شكلها مشروع الاحتلال بقيادتي الأمريكية والإيرانية المتخادمتين، واللتين تعمل كل منهما وفق مساحة ومحددات للتحرك والنفوذ جرى الاتفاق عليهما مسبقاً. لا تغير من أنماطه مشاكسات أحد الطرفين ولا تصعيد تحركه ظواهر صوتية لا تأثير لها في الواقع إلا بما يتفق عليه سلفاً. تريد الأمم المتحدة بأي شكل أن تخرج بعد 10 من تشرين الأول لتقول إن التجربة الديمقراطية نجحت مرة أخرى في العراق، امتداداً لسلسلة الأكاذيب التي تروج في كل موسم انتخابي وفي كل عملية انتقالية للسلطة في البلاد، ولكنها هذه المرة تتحدث بمزيج من الخوف والحذر من جهة والأمل المعقود من مقاصد الولايات المتحدة من جهة أخرى، فهي تريد استمرار النظام السياسي مهما كلف ذلك من تداعيات وعواقب، ولكنها تخشى من أن أدواته ليست مؤهلة لذلك. ثمة مشكلة حقيقية لدى الأمم المتحدة ومؤسساتها، فهي تتغاضى عن جرائم النظام في العراق رغم إقرار بعثتها بوجود الانتهاكات الممنهجة في كل إحاطة دولية تقدمها لمجلس الأمن، لكنها تعمل على دعمه وتحث بقية أنظمة في المنطقة وغيرها على التعاطي معه بغية منحه شرعية واعتبارا ما يزال يفتقدهما منذ تأسيسه. الكاتب يضيف أنه إذا كان شهود الزور في داخل العملية السياسية قد أدمنوا المشاركة فيها على الرغم من تداعي العراقيين جميعا لمقاطعة انتخاباتها، بما يرفع من رصيد التوقعات التي تشير إلى أنها متجهة نحو الفشل مجددا، فإن الأمم المتحدة هي الزور نفسه، لا سيما وهي تسعى لأن تفرض واقعا آخر لا يلمسه العراقيون ولا يطيقون سماع الحديث عنه. يزور رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي العاصمة الإيرانية طهران قبل 28 يوما من الانتخابات حاملا ملف المفاوضات الإيرانية السعودية التي جرى عبرها 3 جولات لا أحد من الشعب العراقي يعلم عن المتبقي منها شيئا. فاتح عبد السلام يقول في صحيفة الزمان إن العراقيين يحاولون جاهدين من دون جدوى فهم أن يكون هناك في قلب اهتمامات السلطة في بغداد ملف أثقل من ملف الهموم العراقية الداخلية. صحيح أن الزيارة تتضمن الملف الاقتصادي بين البلدين وتتصدره ديون الغاز الإيراني لمحطات التوليد الكهربائي في ظل صعوبة التسديد بالدولار مع وجود عقوبات أمريكية، بالرغم من أنه لا يوجد ما يقنع أحدا بأن الوضع التداخلي الإيراني العراقي يصعب عليه حل مسألة التسديد، على الأقل بالاستنارة بما فعلته الحكومات العراقية السابقة من أعاجيب في توثيق العلاقات مع الجار الذي لم يعد للعراق هم سواه. حتى في مشكلاته الخارجية مع السعودية فإن العراق يحمل جزءا من الثقل ويهرول أمام الجانبين، متناسيا أن مصائب بلادنا أكبر من مصائب الآخرين الذين لهم أجنداتهم الخاصة الاستراتيجية التي لن يغيروها في التوقيتات المناسبة لهم، مهما كان دور العراق كبيرا في مد الجسور بين الطرفين المتصارعين طهران والرياض. كان العراقيون يفهمون أن التوسط الحكومي العراقي مع الجانب الأمريكي والدخول معه في مفاوضات الحوار الاستراتيجي من أجل تلبية رغبة اللوبي الإيراني في الانسحاب من العراق هو مصلحة عراقية كي لا تكون أرض البلاد ساحة للصراع. فهل ترقى حجج التوسط بين إيران والسعودية إلى مستوى ما كان من حجج التفاوض مع الأمريكان؟ الكاتب يشير إلى أن العراقيين يريدون أن يعرفوا ما دور بلادهم بين صراع كبار المحيط الإقليمي، وماذا سيجنون فعليا من هذا الدور، وما الضمان الذي يحول دون تحول دورنا من الوقاية إلى الوقود. والذي يثير الغرابة أن ممثلي الشعب المفترضين وهم في سكراتهم الأخيرة غير معنيين بما يجري من ملفات خارجية، ولم يطلب أحدهم رسميا المكاشفة بحقيقة ما يسمى بدورنا من أجل تلك المفاوضات أو من أجل مفاوضات لعيون الآخرين.
تشكلت أخيرا حكومة لبنانية جديدة، وصار ممكنا نظريا على الأقل أن تجد المنظومة الدولية جهة تنفيذية يمكن مخاطبتها، وذلك بعد أن فقدت حكومة حسان دياب مصداقيتها وقامت بالاستقالة بعد انفجار مرفأ بيروت. صحيفة القدس العربي ترى في افتتاحيتها أن تشكيل الحكومة الأخيرة واجه سعيا محموما لاستعادة سيناريو امتلاك طرف محدد ثلثا معطلا يمكن من تعطيلها. إن الهم الأساسي لأقطاب السياسة اللبنانية وعلى رأسهم رئيس الجمهورية ميشيل عون ولمدة 13 شهرا مضت كان امتلاك مستقبل الحكومة لتحديد من سيرث المناصب وبالتالي الغنائم، وبالارتباط مع الرغبة في تحديد من سيكون رئيس الجمهورية المقبل، أي أن الأطراف السياسيين الفاعلين كانوا يتصارعون عمليا على مستقبلهم هم وليس على المستقبل الذي يطمح إليه اللبنانيون. المشكلة في صراعات النخبة السياسية اللبنانية أنها كانت في انفصال وتناقض فادح مع أوضاع اللبنانيين، وأن ذلك الصراع الذي تغطى بمصالح الطوائف التي ينتمي إليها المتقاتلون كان صراعاً يستخف بمصائر اللبنانيين الذين تردد أحوالهم إلى درجة كارثية. لقد نجحت تلك النخبة السياسية البائسة في تخريب بلد لم تستطع الحرب الأهلية أو الاجتياحات الإسرائيلية أو الكوارث الطبيعية أو تداعيات أزمات البلدان المجاورة أن تخربه. وقد قدر البنك الدولي أن ما حصل في لبنان تجاوز إفلاس اليونان عام 2008 والأزمة الاقتصادية الكبرى في الأرجنتين عام 2001. وبدل الإحساس بالعار من هذه النتائج، وخصوصا بعد حادثة انفجار المرفأ التي خلفت أكثر من 200 قتيل و 6500 جريح ودمار أحياء كاملة من المدينة، فقد تابع الساسة اللبنانيون الفاعلون مسيرتهم في مفاقمة الأزمة السياسية وتعميق الانهيار الاقتصادي العام. الصحيفة ترى أنه من المثير للسخرية أن الفاعلين السياسيين اللبنانيين لم يصلوا إلى هذه التسوية بأنفسهم، وأن ضغوطا هائلة مورست عليهم من أطراف دولية وعربية، وأنهم كانوا ربما سيستمرون في هذا السباق الفظيع نحو الهاوية، وأن تلك الأطراف الدولية والعربية هي التي تحاول تقديم حلول اقتصادية عاجلة أيضا. علقت صحيفة الغارديان البريطانية على الذكرى الـ20 لهجمات 11 من سبتمبر، وقالت في افتتاحيتها إنه لا نهاية تلوح في الأفق. وأضافت الصحيفة أنه إذا كان مقتل أسامة بن لادن العقل المدبر للهجمات قبل بضعة أشهر من الذكرى 10 من الهجمات، قد ترك بعض الأمل في أن نهاية تلك الحقبة قد تكون وشيكة، فلا يمكن أن تكون هناك مثل هذه الثقة الزائفة في الذكرى 20 للهجمات. الصحيفة تشير إلى أن تشكيل حكومة طالبان في كابول بعد عقدين من إسقاط الولايات المتحدة حكومة الحركة لواءها بن لادن قد أكد أمرين: الولايات المتحدة تبدو أكثر عرضة للخطر اليوم، وأصداء 11 من سبتمبر لا تزال تتردد في جميع أنحاء المنطقة، لكنك لن تبقى فقط هناك. وأضافت الصحيفة أن الإصرار على السعي على حل عسكري في أفغانستان غدى المشاكل السياسية، على الرغم من أن التاريخ كان يجب أن ينذر أمريكا. وقالت الغارديان أن رفض قبول استسلام طالبان في أفغانستان أدى إلى تمهيد الطريق لأطول حرب لأمريكا. وتابعت قائلة أن تنظيم الدولة الإسلامية نشأ من رماد غزو العراق، واعتبرت أن عمليات الترحيل غير العادية والتعذيب والفظائع التي ارتكبت في أبو غريب وعدم الاستعداد للاعتراف أو التكفير عن مقتل مدنيين على أيدي القوات الأمريكية أو حلفائها أدت إلى إشعال النار. وأضافت أن هذه الانتهاكات والجرائم لم تكن شذوذا عن القاعدة، بل كانت من جوهر الحرب على الإرهاب. وأضافت أن المشكلة ليست دائما في مكان آخر، مشيرة إلى أنه في 11 من سبتمبر انتقلت البلاد من حلم الهدوء الذي لا ينتهي في الوطن إلى كابوس حرب أبدية. وتهتتم الصحيفة بالقول إنه مع عودة الجنود الأمريكيين من أفغانستان أصبحت الولايات المتحدة أكثر بعدا عن العدو، لكن الصراع مستمر بوسائل أخرى وبدون وجود جنود على الأرض، حيث ستؤدي ضربات الطائرات بدون طيار إلى إزهاق أرواح المدنيين، مضيفة أنه لا يمكن للولايات المتحدة والغرب أن يكونا بأمان في الداخل بينما يسود انعدام الأمن في الخارج.
قالت مجلة الإيكونوميست إن شيطنة المسلمين في أمريكا لم تمنع من صعودهم وتحقيقهم إنجازات وطنية مهمة. وأضافت المجلة إلى أن 20 عاماً الماضية كانت فترة ذهبية للمسلمين الأمريكيين، فقد تضاعف عددهم إلى 3.5 مليون، وزاد حضورهم في الحياة العامة أضعافاً مضاعفة. لو تجاوزت الجسور العلوية في أي مدينة أمريكية كبيرة فإنك سترى القباب الذهبية تتلألأ تحتك. فقد زاد عدد المساجد في مرحلة ما بعد العام 2001 إلى الضعف. والمسلمون الأمريكيون أكثر الأقليات الدينية تعلماً، وتبلغ نسبة الأطباء المسلمين في ميشيغان 15%، مع أن عددهم لا يشكل سوى 3% أو أقل من السكان. ولا تسأل عن أعداد الفنانين والصحفيين والسياسيين المسلمين، وتحت كل من رشيدة طليب وإلهان عمر أول امرأة تنتخب للكونغرس أعداداً لا تحصى من المسؤولين المسلمين الذين تم انتخابهم في مجالس المدارس والحكومات المحلية. وبعد 4 قرون من وصول الإسلام إلى أمريكا وجد المسلمون مكانهم، ومع ذلك زادت هجمات الكراكية إسلاموفوبيا وتداعيات انهيار البرجين في نيويورك عام 2001. ولو استشهدنا بما قاله دونالد ترامب الذي منع المسلمين من دخول الولايات المتحدة، ماذا يحدث هنا؟ والجواب هي معركة معروفة لأمريكا، وتضع الدينامية والانفتاح وجها لوجه ضد المحلية والإرهاب. والمسلمون هم آخر أقلية يجدون أنفسهم وسطها، فعلى الجانب المفتوح من المعركة فنموهم ونجاحهم هو شهادة لعبقرية الولايات المتحدة مع المهاجرين. المجلة تشير إلى أن جائحة كورونا قدمت صورة قوية حول هذه المواقف النسبية، فعادة ما يكون المناهضون للتطعيم واتباع ترامب الذين وأتباع ترامب الذين يدخلون للمستشفيات من أكثر الناس كراهية للمسلمين. والمفارقة أن من سيعتنون بهم ويعالجونهم هم الأطباء المسلمون. أتاحت هيئة إمارة الشارقة للتعليم الخاص لأولياء أمور الطلبة تتبع أبنائهم منذ مغادرتهم المنزل وركوبهم الحافلات المدرسية ذهابا وإيابا، وذلك من خلال التطبيق الذكي الذي أطلقته الهيئة أولادكم في مأمن. وتعمل مشرفة الحافلة على تسجيل حضور وغياب الطلبة باستخدام التطبيق والجهاز اللوحي الخاص بها، مما يتيح لأولياء الأمور الاطلاع عليه مباشرة، حيث يتم مراقبة ومتابعة جميع هذه العمليات من خلال غرفة عمليات وتحكم مزودة ب4 شاشات في مقر هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والتي تمكن الموظفين المختصين بمراقبة الأداء لكل الحافلات في الشارقة. كما توضح الشاشات والبرامج المتخصصة مسار الحافلة أثناء مرورها على المنازل وحتى وصولها إلى المدرسة، إضافة إلى توضيح الكثير من البيانات والإحصائيات مثل حركة الحافلات المدرسية يومياً وعدد الرحلات والطلبة المنقولين والغائبين والتنبيهات في حال وجود أي ظرف طارئ. والآن نتابع أبرز ما رسمت ريشة الفنانين للكاريكاتير.
بهذا نصل إلى ختام حلقة هذا اليوم من صدى الأقلام. شكرا لكم لطيب المتابعة. السلام عليكم ورحمة الله.